أنا شخص فضولي بطبعي، وأرغب أن أطرح بعض الأسئلة التي أتمنى أن ألقى إجابة لها. لماذا سمي البحر الأحمر أحمر وهو ليس بأحمر؟ أحد لديه إجابة؟ يبدو أنكم مثلي. هيا هيا فكروا، سوف أختار. أتودون سماعي؟ قولوا نعم. أين تودون سماعي؟ Thank you.
الطيور المنيرة الرائعة الجميلة. أنا أيضا. صدى. أهلا يا أصدقائي. تأمل، انظر تأمل، جمال.
أخيراً يا اجعل لوحة اجعلوها كأنما جدت معنا.